السلام عليكم. نحن في أول ثمانية يا جماعة الخير، وهذا موسم ثمار شجرة الشكو. شوفوا الله يبارك الإنتاج، شوفوا ما شاء الله من فوق لين تحت. هذا ما يقول لك قطوفها دانية، مع أن الشجرة وصلت لنا من الهند لكنها من أقوى ما يمكن. أذكر في بيت واحد من ربع وقف عنه الماي، مات النخل وسبحان الله هي على حالتها. الشجرة صحيح أنها بطيئة النمو لكنها دائمة الخضار، قليلة التساقط، وتحملها وتقلمونها ترى تزمط، بتملك سنة سنتين ما تثمر. ثمارها مفيدة جدا ولذيذة، لكن يجب تنضيج ثمارها ولا بتكون حثة وغير مستساغة. طريقة تنضيج ثمار شجرة الشكو: جمعنا الشكو من الشجرة وحاولوا أن القطرات الحليب هاي اللي تنزل منها ما تمس يديكم لأنها صعب إزالتها. نجمع الثمار ونحطها بالطريقة هذه. شوفوا، جبنا صندوق وحطينا فيه عيش، وحد يحط تراب بعد، نحط نصف الثمار داخله، وعقب نرد نلحفه مرة ثانية بالعيش ونسكره كامل وننتظر عليه 3-4 أيام. وبعد مرور 4 أيام نطلع الشكو. شوف ما شاء الله بالغ ومستوي وجاهز الأكل. أما العصير فشيء بسيط، كم كوب تبغي؟ 4، حط لك 4 حبات داخل الخلاط وزيد عليها شوية حليب وترخن وصب داخل الكوب. وهنيئا مريم.